مساء الخير أعزائي المشاهدين، وبداية أسبوع جميلة اليوم في سيدتي. نبدأ معكم فصل الشتاء بكافة تفاصيله ودفئه، ونبدأ معاكم بأشهر الأغاني التي تغنت بالشتاء. خلنا نتابع. رجعت الشتوية ركز العديد من الشعراء والمطربين على تقديم العديد من الأغنيات التي تصف مشاعر الحب في فصل الشتاء أو تحت المطر وفي الرعد والبرق. ومن أشهر من قدمت أغاني تتحدث عن الشتاء هي النجمة الكبيرة فيروز، التي قدمت العديد من الأغنيات التي يحمل عنوانها لفظ الشتاء، منها أغنيتها الشهيرة حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي. كما قدمت فيروز أيضا أغنية رجعت الشتوية، التي تتذكر فيها أيامها مع حبيبها من كلمات وألحان الأخوين رحباني. مطر مطر اشتهرت في منطقة الخليج والوطن العربي لفنان اليمن الكبير وقلب تعز النابض أيوب طارش. تحكي دنيا سمير غانم مأساة انفصالها عن حبيبها تحت الأمطار، وهو يظهر مدى قسوة الفراق في الليل والمطر، وذلك من خلال أغنيتها قصة شتاء. نزلت من البيت في المطر وما همهاش برد الشتاء، بقاله كم يوم مختفي مش فاهمة ليه بيعمل. ومن الأغاني التي توضح اشتياق الحبيب لحبيبته بعد أن تركته وأصبح عنده عقلة المطر أغنية حبيبتي والمطر للنجم كاظم الساهر. والآن أجلس والأمطار تجلد بي، الآن أجلس والأمطار تجلد بي على ذراعي على وجهي على ظهري، فمن يدافع عني؟ وتعد النجمة اللبنانية إليسا من أكثر المطربات عشقاً لفصل الشتاء، خصوصاً أنه يحمل الخير دائماً لها، وتحقق ألبوماتها التي تصدرها في موسم الشتاء نجاحاً كبيراً، إضافة إلى أغنيتها الشهيرة أواخر الشتاء. كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات، زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات، أنا كنت لما أحب أتونس معاك، أنا كنت بعمل بعضي وأروح له من سكات. كنا ومن الفنانة إليسا للفنانة ميريام فارس التي شاركت همومها مع أيام الشتاء. أول مرة بشوف الليل ناقص بنجومه، أول مرة بيحكي الويل يشكي لي همومه، أول مرة بشوف الليل ناقص بنجومه، أول مرة بيحكي الويل يشكي لي همومه. رجعت الشتوية أعزائي المشاهدين، نذكركم أنكم تتواصلوا معنا وتتابعونا خلال حساباتنا في التويتر والإنستغرام، ولا تنسوا تتابعوا فقراتنا في اليوتيوب. كمان اليوم عندنا حلقة مميزة إن شاء الله تشاركون معنا في هاشتاغ سيدتي كشتة سيدتي،
حيكون ظاهر أمامكم على الشاشة طول حلقتنا لهذا اليوم. فاليوم حلقة مميزة، تفاعلوا معنا عبر الهاشتاج اللي حيكون ظاهر معكم. أعزائي المشاهدين، عدد سيدتي لهذا الأسبوع أصبح متوفر في الأسواق، ممكن تكون تقتنون المجلة. خلينا نتابع أهم عناوين المجلة لهذا الأسبوع. إلى العناوين. تقرؤون في عدد مجلة سيدتي لهذا الأسبوع. في السعودية هذه المهن تبعد عنك العرسان. سعوديات يهجرن الطب الحديث ويلجأن للتداوي بالأعشاب لتحقيق حلم الأمومة. في الإمارات هدايا بسيطة كفيلة ببناء علاقات ودية. 10 علامات تدل على الأصدقاء المزيفين. من موقع سيدي، عزيزي الرجل احذر هذه الأمراض بعد 40. أسرار وكواليس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. كل هذا وأكثر مشاهدينا تقرؤونه وتتابعونه في جمال وأزياء، فن ومشاهير ولايف ستايل في مجلة سيدتي. سيدتي، عالمك في مجلة. أعزائي المشاهدين، نبدأ حلقتنا مع مصممة أزياء مبدعة كانت آخر مجموعة لها خاصة بفصل الشتاء وفخامته، مصممة الأزياء السعودية سارة العنتابي. أهلا وسهلا فيك. أهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. سارة، اليوم إحنا عندنا حلقة مميزة، يعني أجواء الشتاء، فخليني أبدأ معاك. أنت مصممة أزياء، إيش هو آخر الكوليكشن الموجود عندنا هذا السنة للشتاء؟ طبعا تعرفي العبايات يعني هي ما فيها يعني زيادة، عبايات بس اللهم الأقمشة. اللي اخترته هذه الكوليكشن صوف للعباية. بالعادة كنا نحط اللي هو المخمل الأسود، غيرنا هالسنة دخلنا الصوف بدرجاته الألوان. طب سارة، في الصوف داخل في العبايات وفي البشوت كمان يعني هذا السنة؟ شوفي، أنا تخصصي أكثر عباية، بس هي العباية لأنه فيها صار لون بسيط فصارت تستخدم كبشت كمان. طيب كيف كان اختيار الألوان والتصاميم لهذا السنة؟ على إيش اعتمدتي؟ والله اعتمدت على الستايل التركي في الأقمشة والديزاينات التركية. تعرفي آخر فترة الواحد صار يروح على تركيا كثير، كل الناس كاشفة تركيا، كل العالم، فواكبنا العصر يعني والموضة. طيب كتصميم أزياء، يعني الشتاء معروف أنه مثلا يمتاز أن الألوان تكون داكنة في الرماديات بدرجاتها، وغير الربيع وغير الصيف، أنت يعني تشجع أنه في الشتاء نأخذ هذه الألوان؟ طبعا أكيد. الشتاء حلو يكون اللون يكون غامق، بغض النظر أنه الواحد ممكن يستخدم الألوان الفاتحة زي الأبيض الأوف وايت، بس يطعم العباية بطريقة حلوة. يعني كذا تعطيني تصور للعباية، يعني انت مطعمتها شلون مطعمتها العباية الألوان؟ والله أنا ما دخلت صراحة هذا الكوليكشن اللون الأبيض، بس العباية صايرة كلها لونها رمادي غامق كحلي أسود، ومطعمينها عاد في الأكمام في الظهر في البوكيتس في الجيوب، صايرة العباية عملية مؤخرا نحط فيها جيوب فيها. أنت كمان مستخدمة في تصميمك الألوان النبيذي، الزيتي كمان مدخلتي. الزيتي والبني. الألوان الغامقة. يعني أنت ما طلعتي في كوليكشن من الدرجات الغامقة كان موجود كله الأغلب كان غامق، دخلنا شوية لاين أصفر بس كمان أصفر ماسترد غامق شوي. عاد هنا تجي لعبة يعني التنسيق في الألوان بالضبط. صراحة يعني بالضبط. هنا عشان لا تكون العباية كمان ملفتة بزيادة. وتكون يعني تنفع للسيدات يعني يلبسوها ما يتحرجوا انه يعني لون يعني لون فاقع مره وهي في الشتاء يعني صعبة. فحلو المزيج بعض المرات الالوان الداكنه، يعني هو يكون درجه فاتحه بس فيها درجه يعني غمقان في نفس اللون. بالضبط. طب ايش هي اهم يعني النصايح اللي تعطيها للسيدات، يعني على ايش يعتمدون في اختيار العبايات بالذات في فصل الشتاء الحين؟ طبعا انها ما تكون مره ثقيله كوزن، لانه تعرفي العبايات الشتويه سام تايمز تكون وزنها ثقيل. هذه معاناه هذه يعني اي تكون شايله يعني الوحده تشيل شنطتها ولا تشيل العبايه ولا اي،
فتنتبه انه يكون القماش خفيف يعني صوفي دفي بس بنفس الوقت خفيف. انت اعتمدتوا هذا طبعا في الكوليكشن حقكم؟ طبعا أي. طيب خط العبايات هل هو الخط اللي انت مشيتي فيه ولا عندك خطوط ثانيه تتبعينها ساره؟ شوفي برمضان احيانا نعمل جلابيات ريدي تو وير دريسز خفيفه كده قطنيات لينن الواحده تقدر تلبسها على طول يعني all the year غير الجلابيات اللي في رمضان. طب هو مهم يعني كمان انكم كتصميم تمشون مع السيزن زي ما قلت رمضان احنا عندنا عاده رمضان البازارات يكون في جلابيات. الجلابيات أي. يعني لها نصيب الاسد يمكن صح. احنا نلبسها من رمضان لرمضان بصراحه القليلين صح. طيب ساره ايش يعني الخطط القادمه في تصميمك بعد الشتاء؟ نرجع نسوي الكولكشن الصيفي عشان رمضان حيكون قرب يعني عشان رمضان حيكون قرب طبعا الكولكشن اللي جاي حيكون ديفرنت انا بالعاده اتميز في الاقمشه والفابريك مدخله لاين جديد على العبايات حقتي ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله طبعا احنا طبعا نستنى ان شاء الله في مقابله ثانيه نشوف الكولكشن الجديد اللي انت حتسوي بإذن الله. طيب اخر شيء يعني توجهين للمشاهدات في فصل الشتاء بالذات على ايش يحرصوا في اناقتهم اخر رساله توجههم اياها؟ والله انا احب البساطه يعني البساطه دائما الوحده كل ما كانت بسيطه السيده كانت انيقه نعم يعني هذا هو. يعطيك ألف عافية شكرا يعافيكي. لحضورك معنا مصممة الله يعافيكي حبيبتي الأزياء سارة العتباني مصممة الأزياء يعطيك ألف عافية. أعزائي المشاهدين من عالم الأزياء نتجه إلى عالم الموضة ونتعرف على إكسسوارات 2016 للشعر خلينا نشوف التقرير. تميزت عروض أزياء خريف وشتاء 2015-2016 بإكسسوارات الشعر بمختلف الأشكال والألوان وسيدتي ترصد لكم آخر صيحات هذه العروض. أولها عصبة الرأس والتي تتماشى مع مختلف المناسبات ويمكن وضعها بشكل يومي وتتنقل بسهولة إلى الأجواء الاحتفالية. إكسسوارات شعر جلدية إذ برز الجلد بكثرة في عروض خريف وشتاء 2015-2016 خصوصاً في إكسسوارات الشعر فأضفى لمسة من الفخامة على الطلة. الإكسسوارات بشكل العقدة والتي تنوعت بكثرة في العروض ورصدناها على شكل ربطات للشعر ودبابيس مطفية جواً أنثوياً وناعماً على الطلة. أوشحة الرأس والتي عادت بشكل قوي ويميز هذا الأسلوب المرأة ويجعلها محط الأنظار أينما حلت. أخيراً الورود على أشكالها والتي لاحظنا انتشار إكسسوارات الورود بكثرة خاصة مع قدوم فصل الشتاء فجاءت بجميع الألوان والتصاميم. رجعت الشتاء مشاهدينا ما زلنا في الأزياء والجمال ولفصل الشتاء إطلالة مميزة عن غيره من الفصول وتحتاج المرة أن تهتم بأناقتها في اختيار الملابس كما هو اختيار العباية والبشت الشتوي فمهم أن تتعرف كيف تتألق بطريقة صحيحة في الشتاء وما يميزها وما يميز الموضة في هذا العام نتعرف معاكم مع ضيفتنا في استديوهاتنا في جدة مصممة الأزياء السعودية أفنان الزعبي ومساء الخير. اهلا وسهلا مساء النور اهلا بيكي يعطيك العافيه استاذه افنان انت قلتي افنان الزغبي ايوه الزغبي اوكي معلش الصوت شوي استاذه افنان تسمعيني ايوه معاكي اهلا وسهلا حبيبتي يعطيك العافيه استاذه افنان في فصل الشتاء عاده يبرز عندنا الالوان الداكنه ايش هي درجات الالوان لهذه السنه طيب حبيبتي هو أغلب المتعارف عليه أنه كل سنة بتنزل الموضة بالألوان الداكنة
بالأخص يعني الأسود والرمادي والبني. في عندنا لون السنة طاغي على الألوان الداكنة اسمه المسالة، هو تقريبا مزيج ما بين اللون البني واللون العودي. هذا اللون هو في التوب، لكن هذه السنة كسروا كثير من المصممين قاعدة إنه الألوان الداكنة هي بس للشتاء، وأدخل في كثير من العروض الألوان الفاتحة وبالأخص ألوان الباستيل اللي هي المارشميلو، منهم كان ديور وكمان كان فيها برادا. فالسنة غير عن باقي السنين، الألوان الغامقة مش هي بس للشتاء هذا الموسم، لا بالعكس عندنا الفواتح وعندنا الغوامق كمان. طيب أستاذة أفنان، في منطقة الخليج درجات البرودة تعتبر متوسطة، إيش تنصحين السيدات الخليجيات كيف يختارون ملابسهم لفصل الشتاء؟ طيب طبعا عشان الجو عندنا مش ذاك الشتاء يعني، والحمد لله من حظنا انه هي طلعت الموضه الالوان الفاتحه والالوان الغامقه مع بعض، فدائما بحاول انه احنا نعمل مزج ما بين الشيء الغامق والفاتح، بحيث انه احنا نخلي الفاتح من الداخل والبلوفر او الجاكيت بيكون من الخارج، بس طبعا نقدر نعكس الحاله هذه حسب حجم المراه، يعني اذا كان حجمها كبير بتخلي الجاكيت او البلوفر من الخارج اللون الغامق والعكس. وبالنسبة لهذا بالنسبة للألوان، لكن بالنسبة إذا جينا نتكلم على الجو ما هو كتير بارد فما نقدر نلبس شتوي، ممكن نستخدم طريقة اللي هي الطبقات اللي احنا نسميها layers في اللبس، يعني بتلبس كذا قطعة فوق بعض بتكون كلها خفيفة، بس في الأخير بتوحي لك إنه أنت لابسة لبس شتوي لأنه طبقات فوق بعض. ممكن بالسكارف كمان بيعطي إحساس إنه الجو شتوي. طيب أكيد الأقمشة يعني لازم الواحد يختار القماش المناسب له في الشتاء، وكمان الإكسسوارات كيف ممكن إحنا نستخدمها؟ طيب الإكسسوار، أهم إكسسوار عندنا في الشتاء اللي هو السكارف. لازم تخلي بالها كل سيدة تيجي تشتري السكارف يكون طوله مناسب لها، بحيث انه مثلا حاعطيكي مثال بسيط، طبعا هو موضوع مره كبير بس ححاول اختصره. الست لما يكون حجم صدرها كبير بتحاول تخلي سكارف مفتوح، والعكس صحيح بتحاول تلفه على رقبتها بيدي حجم للصدر، فكل سكارف له طريقه لف معينه. هذا من ناحيه الاشياء اللي ممكن تشتريها للشتاء. كخامات انا اعتقد انه افضل خامه للشتاء هي خامه المخمل، دائما بتكون في التوب. بالنسبة للخامات الثانية عندنا كتير خامات شتوية بتكون مخلوطة فيها مادة البوليستر مثلا، أي مواد حرارية بتحمي الجسم، بس لنا إحنا أعتقد القطنيات واللايرز بيكون أفضل حل للخليج عموما. طيب والفرو والجلد كله في الشتاء؟ الفرو دارج جدا الآن، وبرضه الحمد لله من نصيب الخليج لأنه ما بيكون كميته كبيرة في اللبس. لاحظوا دائما صاروا يحطوه على الأكمام مثلا أو على النيك لاين، حتى في الشوز صار يدخل برضه الفرو، برضه موضته كبيرة، يعني صرنا نقدر نلبس الفرو بلمسة بسيطة. طيب في الحفلات والمناسبات اللي تصير في فصل الشتاء، إيش هي أهم النصائح اللي تعطيها للسيدات؟ حاليا الموضة بتكون للأقمشة اللماعة أو البراقة زي ما بيقولوا، أي قماش يكون فيه لمعة، يكون فيه جلتر، يكون مضيء يعني القماش، هذا بيكون الموضة لهذه السنة. منهم إلي صعب أختار الكولكشن كله كان شايني، كله كان بيلمع، يعني استخدم أقمشة بتلمع. الموضة كمان من للشتاء اللي هو الكم واحد اللي هو one sleeve، ممكن هذا نضيف له الفرو، حلو حيكون للسهرة بالشتاء يعني برضو. يعطيكي ألف عافية، يعطيكي ألف عافية مصممة الأزياء السعودية أفنان الزغبي، يعطيكي ألف عافية من استديوهاتنا في جدة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن أكيد إحنا مستمرين معاكم في حلقة مميزة من سيدتي، لا تنسوا تتفاعلوا معنا مع كشتة سيدتي. فاصل ونواصل.